عشان نعرف اكتر يا ساره عن تفاصيل المسلسل وشخصياته واحداثه معانا على التليفون السيناريست محمد سليمان عبد الملك. اهلا بحضرتك معانا في حصاد الدراما على شاشه اكسترا نيوز. اهلا بيكو. في البدايه عاده تحويل كتاب او روايه لمسلسل بيكون تحدي كبير، ازاي اتعاملت مع كتاب مذكرات زوج للكاتب الكبير الراحل احمد بهجت؟ هو فعلا الكتاب مش ما يعتبرش روايه، يعني ما فيهوش بناء للشخصيات وسرد درامي للاحداث، هو يعتبر مجموعه من يوميات تنتمي لما يسمى بالادب الساخر. والحقيقه ان الاستاذ احمد بهجت رحمه الله كان من اكثر الكتاب الساخرين المميزين يمكن في تاريخ مصر، يعني نذكر له ذلك ونذكر له اعمال كثيره كمان غير مذكرات زوج. لكن كمان مذكرات زوج كان اسم مسلسل هو نفسه حوله لسيناريو حوار في الثمانينات، كان من بطوله الاستاذ محمود ياسين والاستاذ فردوس عبد الحميد وكان اخراج حسن بشير، وده كان تحدي من نوع اخر لان يمكن انا كمان كنت قريت الكتاب وشفت المسلسل في سن صغير جدا. فازاي نطور بقى القصه دي النهارده في 2023 ونقدمها لمشاهد مختلف والاجيال مختلفه والعالم مختلف والدنيا مختلفه في تفاصيل حتى العلاقات، مش تفاصيل بس تكنولوجي او شكل العالم، يعني العلاقات نفسها اتعقدت وبقت مختلفه عن زمان. ده كان تحدي كبير، والحقيقه يعني انا تعاملت معاه بنوع من اني اكني باخد بس الخطوط العريضه من عالم الاستاذ احمد بهجت وبستعيد صياغته بشكل جديد خالص كاني ببتدي من الصفر. استاذ محمد، عايز اسال حضرتك عن النقطه دي بالذات، يعني ازاي قدرت تنقل الحاله بتاعت، طبعا في مشاكل زوجيه كلنا بنشوفها حوالينا، ازاي قدرت تغير بقى ده وتعكس اللي احنا بنعيشه دلوقتي غير زمان؟ يعني ايه الفرق بين المسلسل مذكرات زوج بطوله محمود ياسين ومذكرات زوج دلوقتي؟ هو الحقيقه المسلسل موجود اللي حابب يتفرج عليه، يعني مش مسلسل نادر مثلا او صعب العثور عليه، لكن الحقيقه انه المسلسل كان ابن عصره بشكل من الاشكال، زي ما الكتاب نفسه واليوميات اللي كتبها استاذ احمد بهجت كانت ابن عصرها، كانت بنت عصرها برضه. فهي الفكره كلها انه احنا زي ما عملنا السنه اللي فاتت كده مع نفس الشركه المنتجه اروما الاستاذ تامر مرتضى، ان احنا خدنا عمل اذاعي باستاذ اسامه انور عكاشه عملناه وكان من بطوله خالد النبوي اللي هو عمل راجعين يا هوا، خدنا الشكل العام من الحدوته وعدنا صياغتها بشكل جديد خالص، اضفنا خطوط دراميه، خلقنا تفاصيل اكتر، خلقنا اجيال مختلفه، لغه مختلفه، صوره مختلفه. ده نفس الابروتش او نفس الشكل اللي انا اتعاملت معاه مع مذكرات زوج السنه دي الحقيقه، مع اختلاف طبعا المخرج والابطال. الحقيقه انه ما كانش تحدي سهل خالص انك بتبقى شايل اسم كاتب كبير على كتفك وشايل عمل يمكن مسؤوليه وقريته طبعا، وانا شخصيا يعني ببقى حاسس قد ايه انه ده مش سهل، لانه في النهايه الاعمال الكبيره دي لا محتاجه تعامل خاص جدا يمكن اكتر من لو كان عمل خاص بيا او اصلي بتاعي انا لوحدي يعني. صح. الحقيقه انه تعاملي مع الموضوع زي ما بقول لك، يعني انا مثلا حافظت على اسامي الشخصيات اللي كانت موجوده في مذكرات زوج، حافظت على الخطوط العامه لعلاقات الشخصيات ببعض، لكن لانه الزمن اختلف وطبيعه العلاقات اختلفت، طبيعه الاسره نفسها اختلفت، العلاقات بقت اكثر تعقيدا، بقت الحياه اكثر لهاسا، ايقاعها المشاكل اختلفت نفسها حتى طبعا طبعا، يعني طبيعه العمل نفسها اختلفت، يعني زمان كان موظف في وزاره التموين، مراته كانت مهندسه ولكن في مصلحه حكوميه، يعني دي التفاصيل بس اللي هي البسيطه حتى في طبيعه بناء الشخصيات يعني. فازاي النهارده ان الشخصيات نفسها تختلف وتتقدم لمشاهد النهارده مختلف بعد حوالي 30 سنه، اعتقد ده باين قوي في الحلقات اللي معروضه، وكمان حتى طبيعه الدكتور النفسي اللي بيلجا له، كان زمان طبيب نفسي عادي بيقعده على الشيزلونج بياخد منه كلمتين، النهارده بقى لايف كوتش ومراته كمان بتاعه معالجه بالطاقه وروحانيه وهكذا. فدي كلها حاجات موجوده النهارده في المجتمع حوالينا يمكن ما كانتش موجوده في ايام مذكرات زوج لما تقدم كمسلسل ولما كتب ككتاب كمان. فهو ده يمكن التناول اللي حاولت فيه عصرا او اقدم المعالجه الجديده لمذكرات زوج ولكن في صوره معاصره يعني. طب خلينا نتكلم عن رؤوف، هو مراقب طيران وحلمه طول الوقت هو الطيران، هل ده حل للمشاكل الزوجيه؟ لا طبعا، هو مفيش حل للمشاكل الزوجيه غير يعني اللي عايز اقوله انه احنا ما بنطرحش حلول قد ما بنطرح اسئله وتحديات. تمام، لانه كل حاله في وجهه نظري يعني بتبقى تقيم بذاتها، ما نقدرش نعمم طول الوقت انه دي المشاكل اللي موجوده في كل بيت او، لكن احنا بنحاول انه ناخد من القصه بتاعه رؤوف وشريف دي اللي ممكن يطبق على مشاكل من نوع اخر او على تفاصيل من نوع اخر، لانه في النهايه على قد ما التفاصيل الدقيقه بتختلف على قد ما الخطوط العريضه كمان ممكن تتماس او تتشابك والمشكله مشتركه
طبعا طبعا، لانه في النهايه حتى على 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 مسار ان انا بكلمك انه ازاي اتغيرنا من زمان للنهارده، لكن تفضل بعض التفاصيل هي في كل العصور ما بين الازواج وما بين البيوت وما بين الاسر، لانه في الاخر طبيعه العلاقه يمكن ما بين الرجل والمراه على قد ما بتتطور على قد ما بتفضل في الاخر خطوطها العريضه زي ما هي، ويمكن المشاكل موجوده منذ بدء الخليقه لحد النهارده يعني. بالفعل استاذ محمد. استاذ محمد عايزه اكلم حضرتك كمان عن نقطه مهمه جدا برضه عصريه حضرتك تناولتها في المسلسل، وهي فكره اللايف كوتش بدل دكتور النفسي ومعالجه الطاقه اللي هو صوره مودرن اكتر طبعا من الدكتور النفسي. تناولتها في المسلسل، هل كان في دماغك مثلا خالد الصاوي وسماء ابراهيم قبل اختيارهم حسيت ان انت وانت بتكتب شايفهم في الدور؟ بصي، هو الحقيقه انا بكتب الاول وبعدين بنشوف مين المناسب للدور، لكن الحقيقه احنا لما جينا نعمل كاستنج لدور مثلا دكتور طه كلنا كفريق عمل بالمخرج بالشركه انا بالابطال ما كناش شايفين غير استاذ خالد الصاوي في الدور الحقيقه، لانه اكتر حد حسينا انه هيترجم الشخصيه زي ما هي مكتوبه بالظبط، يعني زي ما تقول الشخصيه كانت بتنطق على الورق يعني. صح. انما واعتقد كمان سما ابراهيم مع انها يمكن ما كانتش الترشيح الاول، لكن في الاخر احنا سما تحديدا ممثله موهوبه جدا في وجهه نظري، وكان دايما محصوره في نوع معين من الادوار، وانا دايما بحب العب في ان احنا نطلع الممثل من المنطقه الامنه او المنطقه اللي دايما معتاد انه يتشاف فيها. حتى طارق لطفي نفسه ما قدمش النوع ده من قبل كده على شاشه التلفزيون، كان دايما بالذات في السنوات الاخيره محصور في الادوار الجاده او الادوار اللي فيها شر او الادوار اللي فيها تحدي مركبه نوعا ما. مركبه بالظبط كده. لاول مره بيتقدم من زمان قوي يمكن في دور بسيط زوج قريب من الناس شبه الناس قوي. يعني وهو الحقيقه قدمه في وجهه نظري يمكن تكون شهادتي مجروحه لان انا بحبه ولانه صديقي كمان، لكن الحقيقه انه قدم الدور انا في رايي تفوق على نفسه فيه، لانه قدمه زي ما بنسميه كده بالمسطره بالشعره يعني. طب صح. ايه العوامل اللي شايفها موجوده في اي زوجين ممكن تخلي زواجهم يفشل؟ يعني دكتور طه في حلقه من الحلقات كان بيتكلم عن علاقته بنجيبه وبيقول احنا كنا متفقين اننا نكون غير اي ثنائي، بس بسببي بقيت زي اي ثنائي عادي. ايه العوامل بقى اللي ممكن تخلي اي زواج يفشل؟ انا يعني اللي عايزه طبعا اكيد مش عايزه اقول، انا عايزه اقول ايه من المسلسل، لكن انا هكلمك عن رايي الشخصي انا تحديدا. انا في رايي ان العلاقات الزوجيه بتبتدي تبقى تحت التهديد او بتبتدي انها تدخل في اطار الخطر لما بتتاخد زي ما بنسميها كده بشكل مضمون، او انها زي ما بنسميها فور جرانتد، يعني بيتوقف الطرفين عن ان هم يشتغلوا او عن ان هم يبذلوا جهد علشان الحياه تستمر وتبقى فيها نوع من انواع التجديد او التغيير، لانه الرتابه والتكرار والروتين مع انه الزواج هو عباره عن كده، لكن في النهايه لما بيتحول ان كل طرف بياخد الثاني بشكل مضمون وكانه ضمن وجوده في الحياه والحياه انتهت بالجواز ما ابتدتش مع الجواز، انا في رايي هو ده اللي بيؤدي ان العلاقات ما بتكملش. ما بيعملش مجهود اكتر يعني عشان يمشي الدنيا. هو دايما العلاقات والعلاقات الزوجيه تحديدا بتحتاج لمجهود كبير قوي عشان تستمر بنفس قوتها في البدايه. حضرتك قلتها كمان في جمله قالها يعني طارق لطفي في المسلسل في الحلقات الاولى انه ليه لازم؟ يعني مظبوط. يعني هو فعلا ليه لازم الحاجات تتعمل بالشكل ده؟ ليه ما بنسالش نفسينا انه كلنا كازواج او كعائلات ليه كلنا لازم نمشي بنفس الطريقه دي؟ روتين وتكرار ومع انه في النهايه هي الحياه بالمناسبه هي روتين وتكرار، ولكن حتى مع الروتين والتكرار ده بنحتاج دايما نكسره بحاجات، بنحتاج دايما انه والروتين والتكرار في حد ذاته حتى لو مش غلط ولكن ما ينفعش انه يتحول الى انه الحياه كلها تبقى عباره عن جمود وفطور وتكرار فقط، وكانه زي ما الدكتور طه قال له كده وكانه سيزيف اللي بيدفع الصخره للجبل وينزل تاني بالظبط كده اغريقي يعني متكرر للابد. دي المسج يمكن اللي انا دايما بحاول افكر نفسي بيها وافكر المشاهدين، فكر ناس كتير وبيوت كتير الحقيقه. بالظبط لانه الحقيقه الناس ما بتبقاش فاهمه هي وصلت لكده ازاي والامور وصلت بيهم لكده ازاي. بنحاول فكره اللمبه اللي كانت بتنور في الاول دي أيوة. انذار كده انه خلوا بالكم يا جماعه انه دايما احنا محتاجين نفكر نفسينا ان احنا محتاجين نشتغل اكتر على العلاقات عشان تستمر وانها كمان تستمر وتبقى احسن. طيب تفاصيل الشخصيات بصراحه يعني كلها مفاجاه بالنسبه لنا، هل مخبلنا بقى اي مفاجات في الحلقات اللي جايه؟ يعني بصي، هو المسلسل بسيط وناعم وهادي ما فيهوش مفاجآت كبيرة يعني أو بنسميها زي كوستات أو التواءات درامية كبيرة، لكن طبعا أنا في رأيي أنه تطور الشخصيات عموما على مدار العشر حلقات اللي فاتوا والخمس حلقات اللي جايين هو يعني بناخدها من أقصى النقيض لأقصى النقيض طول الوقت، كل الشخصيات مش رؤوف وشيرين بس، ودي حقيقة عملية مهمة جدا في أنه
النوع على قد ما هو بسيط وسلس وقريب انه كمان يبقى جذاب للمتفرج انه يتفرج على حلقه والثانيه والثالثه عشان يشوف التحولات دي هتؤدي بيه لفين. فاه في مفاجات وان كانت مش مفاجات كبيره يعني، ولكن افضل اسيبها الناس تكتشفها يعني كل اللي فاضل 5 حلقات. احنا بصراحه متحمسين جدا لان الموضوع يشد وكل مره بيكون فيه مفاجاه اكتر من اللي قبلها. شكرا على وجودك معانا السيناريست محمد سليمان عبد المالك، وبالتوفيق في كل اعمالك اللي جايه.